السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة مدارس الجنان الدولية، معكم المعلمة أصالة منصور مدرسة اللغة العربية. عدت إليكم طلبة الصف التاسع وقاعدة الجر بالإضافة. سنتناول معا مجموعة الأهداف التالية وسنحققها سويا بإذن الله. الهدف الأول لدينا أن يقرأ الطالب أمثلة الدرس قراءة جهرية سليمة. ثانياً، أن يتعرف الطالب إلى معنى الإضافة. ثالثاً، أن يميز الطالب بين المضاف والمضاف إليه. رابعاً، أن يستنتج الطالب قاعدة الدرس. وأخيراً، أن يحل الطالب تدريبات الكتاب. لقد تناولنا في الدرس السابق أعزائي قاعدة الجر بحرف الجر، وقلنا أن علامة الجر الأصلية هي الكسرة، أما العلامة الفرعية فهي الياء في حالتي المثنى وجمع المذكر السالم. بداية، دعونا نقرأ أمثلة المجموعة الأولى ونستنتج ما يجب استنتاجه. أولا، يعكس الحفاظ على الممتلكات العامة وعي المواطن وانتماءه. ثانيا، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. ثالثا، أثنى المواطنون على جهود العاملين في الحفاظ على المرافق العامة في المدينة. إذا تأملنا أعزائي التراكيب المخطوطة التي تحتها خطوط وعي المواطن أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين، جهود العاملين، نجدها أنها مكونة جميعها من اسمين. الثاني جاء يكمل الأول ويوضح معناه ويقطع كل لبس في تأويل أي معنى آخر له. أيضا لاحظنا أن الأسماء الأولى هي أسماء نكرة، وعي أولى، ثاني، ثالث، جهود، جميعها أسماء ما بها نكرة. أما الاسم الثاني وهو الاسم الذي يكمل الأول جاء معرفة، المواطن، القبلتين، المسجدين، الحرمين، والعاملين. إذن الاسم الأول كان نكرة والثاني معرفة. تقول لنا القاعدة أعزائي وعزيزاتي أن الاسم الثاني المعرفة يعرب مضاف إليه. حسنا، لكن كيف سنعرب الاسم الأول؟ الاسم الأول يعرب حسب موقعه في الجملة. في الجملة الأولى يعكس الحفاظ على الممتلكات العامة وعي المواطن وانتماءه. وعي هنا جاءت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والمواطن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الكسرة هي العلامة الأصلية للجر كما قلنا سابقا. في المثال الثاني، المسجد الأقصى أولى القبلتين، أولى هنا خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف، والقبلتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ثاني اسم معطوف وعلامة اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور الثقل وهو مضاف، والمسجدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أما بالنسبة لثالث هي اسم مجرور، عفوا، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والحرمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. في المثال الثالث، أثنى المواطنون على جهود العاملين في الحفاظ على المرافق العامة في المدينة. على هنا حرف الجر، جهود اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والعاملين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن في هذه الأمثلة جاء المضاف إليه اسم صريح ظاهر بعلامة أصلية الكسرة وعلامة فرعية الياء في المثنى وعلامة فرعية أخرى الياء في جمع المذكر السالم. أما في المجموعة الثانية، المثال الأول منها، قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الكلمة المخطوطة هنا حصاده، حصاده جاءت هنا مضاف إليه بعد الظرف، يعرب الاسم الذي يأتي بعد الظرف مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
إذا لاحظنا حصاده عبارة عن حصاد، كلمة حصاد زائد الضمير هاء، نعرب الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. في المثال الثاني: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ذهب الفعل تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، أخلاق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وأخلاقهم عبارة عن كلمة أخلاق أو اسم أخلاق زائد هم، فجاء الضمير هم وجاء الضمير الهاء هنا كي يكمل معنى الاسم الأول، أي أن أي ضمير يتصل باسم يعرب هذا الضمير في محل جر مضاف إليه. ننتقل الآن لقراءة استنتج. هنا استنتجنا معا أن المضاف إليه يأتي لتعريف المضاف أو تخصيصه، فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، كما لاحظنا أن المضاف جاء مباشرة يليه المضاف إليه، فهما إذن وحدة معنوية واحدة، لا يتم معنى المضاف إلا بوجود المضاف إليه، وهذا ضروري. قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. رب نكرة، اسم نكرة، جاء بعده اسم معرفة. الاسم النكرة الاسم الأول يعرب حسب موقعه، هنا جاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والمشرقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره لأنه جمع، عفوا لأنه مثنى. ورب المغربين، رب اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والمغربين مضاف إليه مجرور وعلامة جره لأنه مثنى أيضا. لا يبغي صانع معروف مكافأة على ما يقدمه من خير، أيضا هنا مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره. حكم المضاف إليه الجر دائما، والجر علامته الأصلية هي الكسرة، والفرعية الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم. أيضا يعرب المضاف وفق موقعه في الجملة. هنا لدينا قصيدة المتنبي رائعة، قصيدة هنا نكرة وهو المضاف، جاء بعده معرفة وهو مضاف إليه. كيف نعرب قصيدته؟ تعرب حسب موقعها في الجملة، جاء موقعها مبتدأ، إذا قصيدته مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. في المثال الثاني التالي: حفظت قصيدة المتنبي. قصيدة هنا جاءت منصوبة، والسبب أن موقعها مفعول به، مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أعجبت بقصيدة المتنبي، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وقصيدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إذن لاحظنا أن قصيدة جاءت مرة مبتدأ مرفوع، ومرة مفعول به منصوب، ومرة أخرى جاء اسم مجرور بالكسرة. أما المتنبي فهي مضاف إليه في جميع الحالات، مضاف إليه مجرور في الحالات الثلاث. الاستنتاج الرابع والأخير أنه إذا اتصل ضمير باسم فيعرب الضمير مضاف إليه، إذن يكون مبني في محل جر مضاف إليه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الياء في كلتا الحالتين ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ننتقل الآن أعزائي وعزيزاتي الطلبة والطالبات للإجابة عن تدريبات الكتاب. بسم الله فلنبدأ. Thank you.
إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم، إلى حين الملتقى دمتم بأمان الله.